استقر كابتن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لمواجهة الفريق المصري أبو السعيدي في الجولة 17 ضمن منافسات دوري نايل مقرر إقامتها يوم 1 أبريل المقبل. وأعلن الجهاز الفني عن مباريات الودية وتقرر خوض الوديات 4 بداية من بكرة أمام سبورتنج وأيام بقى 18 و24 و25 مارس الجاري أمام سموحة وبروكسي وفاركو. ليستهدف الجهاز الفني لفريق الاتحاد كسر الملل وتجهيز جميع اللاعبين لعوده مباريات الدوري واللي هتكون اولها ضد المصري على ملعب برج العرب. كمان استأنف اليوم السبت فريق الكرة بالنادي المصري تدريباته بعد انتهاء راحة 3 أيام إلى منحها كابتن علي ماهر للاعبين عقب التعادل مع زد في الجولة 16 من الدوري بنتيجة 2-2 وتأكد غياب حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري عن المباريات القادمة أمام فريق الاتحاد السكندري. جاء ذلك بعد حصول حسين السيد على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه أمام زد الماضية.